Where's the boy? He's in the living room. Where's the girl? She's in the bathroom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. والنهاردة إن شاء الله معدنا مع يونت 7، الوحدة 7، واللي عنوانها At Home. At Home يعني في المنزل. Lesson 1، الدرس الأول. أصدقائنا هاني وهانا ويوسف وصديقتهم هنا بيتكلموا مع بعض. هنا هانا بتسأل يوسف، بتقوله Where is the boy؟ أين الولد؟ جاوبها يوسف، قال لها he is in the living room، هو موجود في حجرة المعيشة. الناحية التانية هنا هاني بيسأل البنت، بيقول لها where is the girl، أين البنت؟ جاوبته قالت له she is in the bathroom، هي موجودة في الباثروم في الحمام. Where's the boy؟ He's in the living room. Where's the girl؟ She's in the bathroom. تعالوا دلوقتي نشوف الكلمات اللي عندنا. وأول كلمة عندنا living room، living room اللي هي حجرة المعيشة. bedroom، bedroom حجرة النوم. kitchen، kitchen، kitchen يعني مطبخ. bathroom، bathroom اللي هو الحمام. garden، garden يعني حديقة. living room، living room، bedroom، bedroom، kitchen، kitchen، bathroom، bathroom، garden، garden. تعالوا دلوقتي نشوف lesson 2، الدرس الثاني. learn sounds with busy bee، واللي هنتعلم فيه الأصوات مع النحلة النشيطة. وعندنا حرفين من حروف A B C يا ولاد. حرف ال A، ال A واللي النطق بتاعه A A زي كلمة apple، apple. ant، ant. أميرة، أميرة. والحرف الثاني اللي عندنا حرف ال S يا ولاد، والنطق بتاعه S اللي هو السين يعني زي كلمة star، star. square، square. سامي، سامي. apple، a، apple، a. ant، a، ant، a. a mirror، a، a mirror، a. star، s، star. s، square، s، square. s، sammy، s، sammy. s، star، square.
تعالوا دلوقتي نشوف lesson 3 الدرس الثالث learn shapes with busy bee واللي هنتعلم فيه الأشكال الهندسية يا أولاد. وأول شكل عندنا star. star star يعني نجمة. square square يعني مربع. triangle triangle اللي هو المثلث. circle circle يعني دايرة. rectangle rectangle يعني مستطيل. triangle triangle circle circle rectangle rectangle